احنا هنحاول نعرف الموضوع ده وصل يعني للتربيه والتعليم ازاي، وهل في شكاوي تانية وصلت ولا لا. احنا بينضم لنا هاتفيا الاستاذ احمد شعبان مدير اداره شرق مدينه نصر. برحب بحضرتك يا فندم في الجمعه في مصر، مساء الخير. امس اخيرا حضرتك اهلا بحضرتك. هل وصلت لكم الشكوى المتعلقه بالطالب علي ايهاب يا فندم؟ احنا فاهم اول ما الموضوع اتصار اصلا على السوشيال ميديا، اول ما حد كتبه على الفيس والكلام ده، احنا اتحركنا على طول فورا قبل كمان الشكوى ما تجيلنا، وعملنا لجنه، واللجنه راحت المدرسه علشان تتيقن من دوت. هم في وجهه اي نظر، لكن لسه التحقيق ما حسمش الموقف. وجهه نظر وليه الامر اللي هي عند حضرتك، معرفش اللي هي مكتوبه في الشكوى او مكتوبه في السوشيال، بتقول ان مدير المدرسه ضرب الولد. ولما راحت اللجنه الحقيقه المدرسين كلهم اللي هناك انكروا دوت، الطلاب اللي موجودين حوالين الولد في الفصل انكروا دون، اولياء الامور اللي موجودين انكروا دون. فاحنا عشان الموضوع ممكن يكون فيه زي ما بتقول كده احتمال يكون فيه مدير المدرسه عامل نوع من انواع الارهاب للناس ومخليهم يقولوا كلام بشكل تاني، احتمال يعني، ده برضو كلام قائم احتمال. فقلنا نتيقن شويه اكتر، نزود شويه بشكل اكثر ايجابيه. وفي الاول وفي الاخر ما فيش حد هيقبل سواء مدير مدرسه او مدرس او اي حد في الدنيا انه يخالف او يرتكب امر غير تربوي في مدرسه. ده طيب. مستحيل مستحيل في حد هيقبل ده. اول هم اولا في الاول والاخر هم اولادنا، فمش ممكن ابدا حد هيسيب حقها سواء هي مدرسه خاصه مدرسه عامه، لا محدش هيعمل ده ابدا. لكن التحقيق من يوم الاربعاء على طول، يعني بالظبط بعد الحادثه، بعد المشكله دي ما ظهرت بساعه مثلا، كانت موجود لجنه علشان تتهكم من كل دون وتسال كل الاطراف. طيب. عشان الموضوع هيبقى متعلق بمدير المدرسه، فلازم ناخد له نفرد له مساحه من البحث اكبر شويه. طيب استاذه مها الحقيقه، استاذ احمد ولسه طبعا لو في يعني تعقيب هنسمعه منها وحضرتك معانا، بس هي قالت ان في كاميرا موجوده داخل مكتب مدير المدرسه، هل تحققتوا من الكاميرا اللي موجوده في المكتب يا فندم؟ اه مظبوط. طيب ايه اللي اظهرته الكاميرا؟ هو ده لسه بقى في التحقيق، عشان مش عايزين عشان ما يجوش حاجه استبقنا قرار التحقيق. لكن الحقيقه ان الكاميرا ما اثبتتش، يعني مش عايز اقول برضه لحضرتك، لكن في الواقع العملي هم وجهتي نظر بقى، وجهه نظرها هي برضو وجهه نظر صاحب المدرسه او مدير المدرسه بيقول كلام معاكس تماما. فلازم احنا في الاخر نحسم الموضوع، موضوع ان شاء الله على يوم الاحد بالكثير قوي يبقى في قرار، نكلم ولي الامر ونبلغه ان الموضوع واحد كذا 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 كذا، لحد ما نخليه يبقى مقتنع بالعقاب اللي هيبقى على المخطئ ايا كان هذا المخطئ يعني. او ممكن المخطئ يطلع الطفل في الاخر يا استاذ احمد؟ والله حضرتك دلوقتي انا اقول لحضرتك الموضوع. طيب انا هسال حضرتك على حاجه، شفت تقرير يعني التقرير الطبي المتعلق بالطفل ان الوقعه، يعني احنا بنتكلم في مساله انه الوقعه واضح ان هي مش وقعه سلم، انا مش هنجزم ان دي ضرب، بس هي مش وقعه سلم يعني، او وقعه سلم هتبقى اكتر كدمه. فحضرتك شايف مثلا المساله دي ازاي، هتتعاملوا معاها ازاي؟ طيب حضرتك دلوقتي حضرتك انت قلتي احنا الاول، حضرتك بتقولي هو انت شايف ان الطلب هيبقى مخطئ، حضرتك انت برضه كده استغربتي الاجراء، انا ما قلتش كده ابدا. حضرتك قلت الطرف المخطئ، فانا في الحاله عندي دي طرفين، انا بتكلم من الناحيه الاعلاميه على فكره. حاضر خالص فاهم حضرتك، من الاساس نقول مين اللي اخطا، يعني الطرف المخطئ ده يعني مين اللي اخطا؟ قد يكون ان ولي الامر دوت بيدعي على صاحب المدرسه، قد يكون صاحب المدرسه بالفعل اوريدي قام بالضرب دوت، فمين فيهم مخطئ بقى؟ انا بتكلم على طرفين النزاع، مش الطفل. الطفل الموضوع بالتاكيد الطفل تعرض لضرب او تعرض لضرب سواء من زميله بقى، سواء من مدير مدرسه، سواء وقع، لا يبقى الطفل حقه لازم يجي له. مين بقى اللي عنده الخطا دوت؟ حضرتك من حد على طول نقول لحضرتك كل التفاصيل الكامله على التحقيق. ان شاء الله. ده ابدا 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 هيقبل ان احنا اولياء اموره ودول اولادنا، مش ممكن ابدا اي حد يقبل لا الظلم على الطفل ولا غير الطفل. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهنتابع معاك استاذ احمد شعبان مدير اداره شرق مدينه نصر، وهرجع